لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ورحمة الله وبركاته. إذا بالنسبة للدرس 21 تحت عنوان تكبير وتصغير الأشكال l'agrandissement et la réduction des figures. بالنسبة للأهداف التعلمية نرسم تكبير الشكل باستعمال التربيعات وأن يرسم تصغير الشكل باستعمال التربيعات. إذا تكبير وتصغير انطلاقا من استعمال التربيعات. إذا بالنسبة للنشاط الأول من بين المستطيلات المرسومة، إذا في هذا الشكل عندنا المستطيلات التالية A B C D E و F. إذا من بين هذه المستطيلات هذه مستطيلان يمثلان تكبيرا للمستطيل A. إذا ها هو المستطيل A، شكون هما في هذه المستطيلات الذي يمثل تكبير لهذا المستطيل A؟ إذا هذا المستطيل A شحال عنده في هذا شحال عنده من مثلا غادي ناخذ هاد التربيعه هذه اللي كتساوي لنا مثلا بحال هاد التربيعات اللي عندنا في هاد الاشكال هادو، ولكن نشوفوا شحال ناخذ غير هاد الضلع هذا. اذا الضلع ديال هاد التربيعه بالنسبه للمستطيل ا شحال فيه من ضلع ديال هاد التربيعه ا هادي؟ اذا فيه 1 2 3 4، اذا فيه 4 هنا. وشحال فيه هنايا في العرض؟ لديه 2 1 2. اذا غادي نشوفوا كاملين هادو وعاد من بعد غادي نحددوا شكون هما المستطيلان اللي كيمثلوا لنا التكبير ديال هاد المستطيله. دابا بالنسبه للمستطيل بي 1 2 3 4 5 6 7، اذا عنده 7 وفي العرض عنده 1 2 3 4. بالنسبه للمستطيل او عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 وفي العرض عنده 4 1 2 3 4. بالنسبه للمستطيل دي المستطيل سي، اذا المستطيل سي فهو ليس تكبير، اذا المستطيل ا راه اكبر من المستطيل سي، اذا لا داعي باش ولكن حتى هو نديروا له الاضلاع ديالو. اذا في الضلع في هذا الضلع هذا عنده 1 2 3 وفي الضلع عنده 2. بالنسبه للمستطيل دي فهاد الضلع عنده 2 وفهاد الضلع عنده 1. بالنسبه للمستطيل او عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وفهاد الضلع عنده 1 2 3 عفوا قلنا فهاد الضلع عنده 12 ها هي، وفهاد الضلع عنده 1 2 3 4 5 6 عنده هنايا 6. اذا نرجعوا للسؤال ديالنا مستطيلان يمثلان تكبيرا للمستطيل ا، اذا فاش غادي نضربوا مثلا هذا المستطيل هذا الضلع هذا اللي فيه 4 فاش غادي نضربوا الطول نضربوا هذا الضلع هذا وهذا الضلع هذا ويبقى لنا التكبير هو هو. يعني مثلا ماشي مثلا نبداو بالمستطيل بي، اذا شحال عنده في هذا الضلع هذا؟ عنده 7، اذا فاش يمكننا نضربوا 4 باش نحصلوا على 7؟ يعني ما يمكنناش ما عندناش فاش نضربوا 4 في عدد صحيح باش نلقاو 7، ولكن 2 في هاد الضلع هذا الا ضربنا 2 في 2 غادي تعطينا 4. اذا هذا المستطيل الاول لا يمثل تكبيرا للمستطيل ا. ندوزو للمستطيل الثاني عنده 1 عنده 8 هنا، اذا فاش نضربوا 4 باش نلقاو 8؟ اذا غادي نضربوها في 2، وفاش نضربوا 4 باش نلقاو 4 غادي نضربوها باش نضربوا 2 باش نلقاو 4 غادي نضربوها في 2. اذا المستطيل او يمثل تكبيرا للمستطيل ا. اذا حنا لقينا 1. ندوزو لهذا المستطيل هذا، اذا شحال عنده هنايا في الضلع؟ عنده 12، اذا فاش نضربوا 4 باش نلقاو 12 في 3؟ اذا نعم. اذا وبالنسبه للضلع الثاني عنده هنايا 2 فاش نضربوا 2 باش نلقاو 6 في 3؟ اذا حتى المستطيل اف يمثل تكبيرا للمستطيل ا. السؤال الثاني اجد معامل التكبير لكل من هذين المستطيلين. اذا المستطيل او فاش ضربنا هذا الضلع هذا ضربناه في 2، فاش ضربنا هاد الضلع هذا ضربناه في 2، اذا معامل التكبير ديال هاد المستطيل ا هو 2. ندوزو للمستطيل الثاني اللي هو اف، اذا فاش ضربنا 4 باش لقينا 12 في 3، فاش ضربنا 2 فاش لقينا 6 في 3؟ اذا معامل التكبير هو 3. اذا احنا حددنا المستطيلين اللي كيمثلوا التكبير ديال المستطيل ا اللي هو او و اف، وحددنا معامل التكبير بشحال كبرنا هاد ا باش لقينا او ب مرتين، وبشحال كبرنا هاد ا باش لقينا اف ب 3 مرات.
إذا السؤال باء مستطيل يمثل تصغيرا للمستطيلة. إذا كنا دابا كان نحددو اللي المستطيلات اللي تمثل تكبير للمستطيل أ، دابا غادي نمرو المستطيلات التي تمثل تصغيرا للمستطيل أ، وعندنا جوج ديال هاد المستطيلات، هما هادو اللي صغارين من المستطيل أ. إذا فاش نضربو فاش نقسمو أربعة باش نحصلو على ثلاثة في عدد صحيح؟ إذا ميمكنناش شي عدد صحيح، شي أربعة نقسمو على عدد صحيح وتعطينا ثلاثة، إذا هذا لا يمثل تصغيرا للمستطيل أ. ندوزو للمستطيل دي، إذا فاش نقسمو علاش نقسمو أربعة باش نحصلو على اثنان، في نقسموها على اثنان، وعلاش نقسمو اثنان باش نحصلو على واحد، حتى هي على اثنان، إذا المستطيل دي يمثل تصغيرا للمستطيل أ. إذا وغادي نجيو نكتبو هنايا، ها هو، إذا المستطيل دي يمثل تصغيرا للمستطيل أ، والمستطيلين أ و إف يمثلان تكبيرا للمستطيل أ. إذا شنو هو معامل ديال التصغير؟ إذا بشحال صغرنا هاد المستطيل أ باش حصلنا على المستطيل دي؟ إذا قلنا صغرناه بالنصف، إذا صغرناه إلى النصف، قسمنا أربعة على اثنان وقسمنا اثنان على اثنان، عطتنا اثنان وعطتنا واحد، إذا قسمناه إلى النصف أي واحد على اثنان. إذا المعامل ديال التصغير هذا صغرناه إلى النصف باش حصلنا على المستطيل دي. إذا أستعين في كل حالة بجدول التالي متخذا U، هي U وحدة لقياس الأطوال، إذا هاد U هادي هي وحدة لقياس الأطوال، معامل التناسب هو. إذا غادي نملؤو الجدول أولا، عندنا المستطيل الطول والعرض والمساحة، حنا كنعرفو بلي المستطيل يتكون من الطول والعرض. إذا نبداو بالمستطيل أ، إذا شحال عنده في الطول؟ إلا خدينا هاد الضلع هذا، هاد الوحدة هادي U هي وحدة للقياس، شحال من U عندنا هنايا؟ عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا أربعة، وغادي نجيو نكتبوها هنا، إذا الطول أربعة، وفي العرض شحال عنده؟ واحد اثنان، عنده اثنان، إذا العرض اثنان، والمساحة حنا كنعرفو بلي المساحة ديال المستطيل هي الطول في العرض، إذا الطول أربعة والعرض اثنان، إذا المساحة هي ثمانية، إذا المساحة هي ثمانية. بالنسبة للمستطيل أ، إذا أ شحال قلنا عنده من هاد الوحدة هادي أ؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا ثمانية عنده في الطول، وفي العرض عنده أربعة، في العرض عنده أربعة، وقلنا المساحة هي الطول في العرض، إذا ثمانية في أربعة اثنان وثلاثون. إذا دابا غادي نحددو معامل التناسب باش كبرنا هاد أ، إذا بشحال شنو هو معامل ديال التكبير باش مرينا من المستطيل أ للمستطيل أ؟ وقلنا حنايا فاش ضربنا هاد الطول فاش حصلنا على الطول ديال هاد أ، وفاش ضربنا هاد العرض ديال أ باش حصلنا على العرض ديال أ. إذا كما كتلاحظوا فاش يمكننا نضربو أربعة باش نحصلو على ثمانية، في اثنان، وحتى اثنان ديال العرض ضربناها في اثنان باش حصلنا على أربعة. إذا معامل التناسب هو اثنان، إذا معامل التناسب هو اثنان. معامل التناسب أو معامل ديال التكبير باش كبرنا هاد المستطيل أ إلى المستطيل أ هو فاش ضربنا، إذا كل ضلع من هاد الأضلاع الأربعة كنضربوها في نفس العدد اللي هو اثنان. كون كان معامل التناسب هو أربعة، كل ضلع من هاد الأضلاع ديال المستطيل غادي نضربوها في أربعة، وهذا هو التكبير. إذا التكبير هو أننا كل ضلع من هاد الأشكال هاد الشكل، كل ضلع في هاد الشكل هذا نضربوه في نفس معامل التناسب. وكذلك بالنسبة للتصغير، أن كل ضلع من هاد الشكل هذا غادي نقسموه على نفس معامل التناسب. إذا كان عندنا معامل تناسب اثنان نقسمو كل شيء على اثنان، وإذا كان عندنا معامل تناسب أربعة نقسمو كل شيء على أربعة باش نحصلو على التصغير ديال هاد الشكل هذا. إذا هذا هو اللي كنقصدو بالتكبير والتصغير. إذا باش نعاود باش تكون الإفادة، أن التكبير كناخد الشكل، إلا بغيت نكبر هاد الشكل مثلا ثلاثة مرات، كناخد هاد الشكل هذا وهاد الأضلاع ديالو كلها نضربها في ثلاثة، نضرب هاد الضلع في ثلاثة، نضرب هاد الضلع في ثلاثة، ونضرب هاد الضلع في ثلاثة، ونضرب هاد الضلع في ثلاثة. إذا أنا غادي نكون حصلت على شكل تكبيرا لهذا الشكل بمعامل التناسب اللي أنا اختاريته، اثنان ثلاثة أربعة. وإذا كان صغير كناخد مثلا هذا الشكل هذا ونفس هاد وهاد الأضلاع ديالو بأربعة، شكل كما بغا يكون، شحال ما كان عنده من ضلع،
الأضلاع ديالو كلها نقسمها على نفس معامل التناسب. مثلا إلا بغيت نصغر هذا الشكل بأربع مرات، إذن هاد الضلع خصني نقسمه على أربعة، وهاد الضلع نقسمه على أربعة، وهاد الضلع على أربعة، وهاد الضلع على أربعة. يعني أنني جميع الأضلاع ديال الشكل نقسمها على نفس معامل التناسب. إلا بغيت تصغير ولا بغيت تكبير، أن جميع الأضلاع ديال الشكل غادي نضربها في نفس معامل التناسب، وهذا هو التكبير والتصغير كخلاص. بالنسبة للنشاط الثاني أتمرن. إذن السؤال يقول: يمثل الشكل الأزرق في هاد الحالتين، يمثل الشكل الأزرق هل يمثل تكبيرا أو تصغيرا للشكل الأصفر؟ إذن إلا لاحظنا الشكل الأول، إذن ها هو الشكل الأزرق وها هو الشكل الأصفر. إذن ماذا يمثل الشكل الأزرق بالنسبة للشكل الأصفر؟ إذن الشكل الأزرق يمثل تكبيرا للشكل الأصفر. إذن الشكل الأصفر قمنا بتكبيره حتى حصلنا على الشكل الأزرق. إذن في الحالة الأولى يمثل تكبيرا، يعني يمثل تكبيرا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية إذن ماذا يمثل هذا الشكل الأزرق بالنسبة للشكل الأصفر؟ إذن هذا الشكل الأصفر شديناه وصغرناه حتى عطانا الشكل الأزرق. إذن الشكل الأزرق يمثل تصغيرا بالنسبة لهذا الشكل الأصفر. إذن الشكل الأزرق في الحالة الأولى يمثل تكبيرا للشكل الأصفر، وفي الحالة الثانية الشكل الأزرق يمثل تصغيرا للشكل الأصفر. إذن غادي نحاولوا نوجدوا معامل التناسب. إذن باش نوجدوا معامل التناسب غادي نحاولوا نقيسوا الأضلاع ديال هذا الشكل هذا. إذن الشكل عنده إلا لاحظتوا بلي هذا الأضلاع ديال هذا الشكل هذا أصغر من الأضلاع ديال هاد الشكل الأزرق. دابا غادي نحاولوا نعرفوا شحال 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 معامل شحال كبرنا هاد الضلع هذا باش حصلنا على هاد الضلع الكبير، وبشحال كبرنا هاد الضلع هذا باش حصلنا على هذا، وبشحال كبرنا هذا باش حصلنا على هذا، وبشحال كبرنا هذا باش حصلنا على هذا. إذا غادي نقيسوا بالمسطرة هاد الضلع هذا ديال الشكل الأصفر، غادي نلقاو 1.2 سنتيمتر. إذا غادي نلقاو 1.2 سنتيمتر، غادي نقيدوها وغادي نحاولوا نقيسوا الضلع ديال الشكل الأزرق. إذا إلا قسنا هذا كامل شحال غادي لقينا؟ غادي نلقاو 2.4 سنتيمتر. إذا باش ما نغلطوش في الفاصلة غادي نحاولوا نحولوهم للمليمتر. إذا 1.2 سنتيمتر تساوي 12 مليمتر، و 2.2 سنتيمتر فاصلة 4 تساوي 24 مليمتر. إذا فاش ضربنا هاد 12 باش حصلنا على 24؟ إذا ضربناها في 2، إذا معامل باش كبرنا هاد الضلع هذا كبرناه بجوج المرات باش حصلنا على الضلع ديال الشكل الأزرق. كذلك بالنسبة لهاد الشكل هذا ضربناه بجوج المرات باش حصلنا على هاد الضلع ديال الشكل الأزرق، وهاد الضلع ضربناه بجوج باش حصلنا على هذا، وهذا ضربناه بجوج باش حصلنا على هذا. إلا قسنا بالمسطرة حاولوا تقيسوه بالمسطرة كامل، وغادي تلقاو بلي كل شكل بلي كل ضلع كيمثل جوج المرات من كل ضلع في الشكل الأزرق يمثلوا الضعف ديال الضلع المقابل ديالو في الشكل الأصفر. إذا معامل التكبير في الحالة الأولى هو 2. ندوزو الحالة الثانية. إذا قلنا هنا عندنا تصغير، عندنا عفوا تكبير. إذا يمثلوا قلنا الشكل الأزرق يمثلوا تصغيرا للشكل الأصفر. إذا الشكل الأزرق يمثل تصغيرا للشكل الأصفر. إذا شنو هو معامل التناسب؟ بنفس الطريقة غادي نقيسوا الضلع، غادي نقيسوا مثلا هاد الضلع هذا بالمسطرة، غادي نلقاو 0.0 سنتيمتر فاصلة 7، وغادي نقيسوا هاد الضلع الموافق ديالو في الشكل الأصفر حتى هذا كله، غادي نلقاو 3.5 من هنا حتى لهنا، غادي نلقاو 3 سنتيمتر فاصلة 5. إذا باش ما ندخوش في الفاصلة غادي نحاولوا نقلبوهم للمليمتر. إذا 0 سنتيمتر فاصلة 7 تساوي 7 مليمتر، نحولوهم للمليمتر، و 3 سنتيمتر فاصلة 5 تساوي 35 مليمتر. إذا هاد الضلع هذا فاش ضربناه باش حصلنا على هاد الضلع؟ إذا 7 فاش ضربناها باش حصلنا على 35؟ إذا ضربناها في 5. إذا معامل التصغير هو 5. إذا معامل التكبير في الحالة الأولى هو 2، ومعامل التصغير في الحالة الثانية هو 5. إذا بالنسبة لهذا كخلاصة، إذا الشكل سي هو تكبير أغرانديسمون للشكل بي،
ومعامل التكبير. اذا بشحال كبرنا هذا من مره باش حصلنا على هذا المثلث؟ اذا قمنا بتكبيره مرتين باش نتاكدوا. غادي نشوفوا كل ضلع عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. اذا الا ضربناها في 2 غادي نلقاو 12 هنايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نفس الشيء بالنسبه للاضلاع كلها، عندي 1 2 3 غادي نلقاو 6 هنايا، 1 2 3 4 5 6. اذا معامل التكبير هو 2، لان طول كل ضلع من سي، طول كل ضلع من سي تضاعف مرتين. اذا كل ضلع من هادو ضربناه في 2. اذا والشكل ا يمثل تصغير للشكل بي. اذا هاد الشكل هذا ا يمثل تصغير لهاد الشكل بي. اذا شدينا هاد الشكل بي وصغرناه باش حصلنا على هاد الشكل ا، لان ضلع طول ضلع كل، لان طول كل ضلع من ا يصغر بثلاث مرات عن الضلع الموازي او الموافق له في بي. اذا باش نحصلوا على هذا الشكل ا انطلاقا من الشكل بي، اذا شحال عندي هنايا؟ 1 2 3. وشحال ولات عندي هنايا؟ اذا 1. اذا قسمنا هذا على 3، نفس الشيء هذا قسمنا على 3 وهذا قسمناه على 3 باش حصلنا على الشكل ا. اذا حصلنا على التصغير لثلاث مرات، اذا قمنا بتصغيره لثلاث مرات، وهذا هو المقصود بالشكل التصغير والتكبير. بالنسبة للصفحة الموالية سأترك لكم الوقت باش تنجزوها وعاد نولي نصيفط لكم فيها التصحيح.